السياسه الاقتصاديه الحاليه كل يوم بنخسر. النهارده في شركه عمرها 56 سنه، شركه ميتاليكو، اكبر شركه للانشاءات المعدنيه، الشركه المصريه للانشاءات المعدنيه، خدوا قرار بتصفيتها وبيعها وتخلصوا منها. عايز بس اقول لحضراتكم، هذه الشركه اكبر الشركات المعدنيه في الشرق الاوسط واقدم شركه صناعات معدنيه في الشرق الاوسط. هي بامانه شديده نظام عسكر 3 يوليو 2013 ماشي على تاريخ عسكر يوليو 1952 باسيكا. حتى المنجز يا راجل هم عملوه بتاع الشركات والنهضه الصناعيه اللي عملوها، باع كل شركاته، خلص عليها، بيتخلص من اي شركه هم عملوها او اي صناعه هم عملوها، وادي واحده من هذه الصناعات. ما يجي شركه زي دي تعجب وتندهش وتستغرب ليه يا جماعه تبقوها، قال لك اصل خسرانه والله، خسرت معانا 2 مليار ونص. الله، طب وسعادتك سبتها ليه لحد ما خسرت 2 مليار ونص؟ انت كنت عايز توصلها للمرحله دي عشان تقول خسرانه؟ يعني النهارده مجرد ما يشتريها مستثمر او يستحوذ عليها مستثمر خليجي هتبقى تاني شهر ربحانه؟ مش ده اللي بيحصل مع اي شركه بتسلمها لاي مستثمر؟ تقول دي خسرانه والدنيا عدمانه، ما هو سوء اداره. من هنا برضه الشركه خاضعه لقطاع الاعمال والقطاع العام للاسف الشديد، شركه برضه شركه حكوميه. مين اللي خد 2000 مليون جنيه ونص؟ سبتوا الناس قاعده ليه؟ اداره بتعينوها انتوا من وزاره قطاع الاعمال، بتعينوا رئيس مجلس اداره والعضو المنتدب ومش عارف ايه، سبتهم له لحد ما خسروا كل دي الخساره. يعني انت ساعتك ما كانش فيك مثلا في البدايه مليون 2 مليون 10 مليون 20 مليون، سبتهم لما خسروا 50 مليون و100 مليون و2000 مليون ونص. شركه حضراتكم اللي صفوها النهارده طالعين اعلامهم يدافع عن تصفيه الشركه دي او غيرها، وده يقول لك ان هناك لا، ده في انت هذا اغتيال للصناعات المعدنيه المصريه مع سبق الاصرار والترصد. وطالما الابواق السلطه طلعت تدافع عن تصفيه الشركه دي او غيرها، اعرف ان فيها ان. ونروح نشوف نشأة الديهي وبيدافع دفاع مستميت عن هذه الشركه وعن بيعها وعن التخلص منها، وبرضه مبرر انها بتخسر. ما انت الاداره يا عم، انت اللي بتعين اداره الشركه، لو خسران يبقى انت اللي خسران، لو فشلت يبقى انت الفاشل. هذا فشل حكومي قبل ان يكون فشل مبرر لبيع الشركه. شوفوا التبرير بتاع الاستاذ شدي. عندي خبر تصفيه اكبر شركه معادن في مصر والاقدم في الشرق الاوسط، وعليها الشركه دي يا جماعه اللي هي شركه ميتالكو. شركه ميتالكو دي صدر قرار بتصفيتها في الجريده الرسميه، قرار حل الشركه وتصفيتها، وانشئت هذه الشركه سنه 1986 وتمارس عملها في السوق المصري والعربي من 56 سنه بيقولوا. خلاص؟ طيب. الشركه دي تعرضت زي ما مكتوب في الخبر، تعرضت للاهمال الاداري منذ عده سنوات، ما نتج عنه خسائر متراكمه وتاكل راس المال وحقوق المساهمين دون وجود خطه انقاذ واضحه ترتكز على اسس اقتصاديه مدروسه. الشركه خسائرها كام يا جماعه؟ 2 مليار و4 من عشر. 2 مليار و4 من عشر. طبعا ممكن واحد يجي يقول لك ايه؟ تصفيه الشركه والدوله بتصفي الشركات والخسائر كذا كذا. قبل ما اقول يعني تاخدني العزه بالاسم واقول ازاي الشركات تخسر وازاي نبيع وازاي نصفي القطاع العام، لا 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 لا، ده جريمه مكتمله الاركان. جريمه ان انا ابقي على شركه خسرانه 2.4 من 10 مليار جنيه. انا مش بتاجر في الخساره يا جماعه، وده من لحم الحي. لما يكون عندي انا عندي بسال بقى وزير قطاع الاعمال، معرفش مين المسؤول عن قطاع الاعمال دلوقتي، لكن بقول انه الشركات القطاع العام او قطاع الاعمال اللي خسرانه، يعني حرام علينا ان نستمر فيها، وحرام علينا ان احنا نقعد نعمل عمليه ترقيع لشيء اتسع الخرق على الراتق زي ما بيقول، مش هتصلح. هنا بقول لك عمل محاولات مستميته عشان تنجح، لكن خسرت الشركه وحققت خسائر متراكمه من 2.4 مليار جنيه ديون، عليها ديون. عندي خبر
تصفية أكبر شركة معادن في مصر والأقدم في الشرق الأوسط. وعليها الشركة دي يا جماعة اللي هي شركة ميتالكو. هيبيع أي حاجة بتخسر في مصر هيبيع، بس أنا عايز أسأل سؤال يا أستاذ يعني نشأت، بما إن حضرتك طبعًا لا تريد أن تأخذك العزة بالإثم. ما هو طب ما الدولة نفسها فاشلة، زي الدولة الفاشلة زي الشركة الخسرانة. طب احنا ليه مبخلين بما ان حضرتك قررت يعني انه الشركه لما تبقى خسرانه يبقى لازم نبيعها؟ طب ما الحكومه فاشله، طب ما نحاول نخلص منها او نبيعها. طب ما الرئيس فاشل، ما نحاول نخلص منه او نخليه يستقيل. يعني لماذا لا تستخدم شاشه حضرتك مثلا وتقول بوضوح كده شديد انه لماذا لا يستقيل عبد الفتاح السيسي مثلا، نظرا لهذا الفشل الذريع في كل ابواب الحياه اصلا، وتستشهد مثلا بالراجل اللي احنا جبناه في اول فيديو ده، الراجل المزارع اللي طلع قال لك انا بنصح الناس تهاجر. يعني من باب مثلا انه المنطق انا لو وافقتك عليه فوافقني على منطقي كمان او على مخرجات منطقك. اذا كانت الشركه خسرانه يبقى نبيعها، فاذا كانت الحكومه فاشله يبقى نمشيها، ويبقى شيل من ده عن ده يرتاح ده من ده، ولا ايه؟ ولا ايه يا استاذ؟ لا طبعا ده لازم ايه للصبح، ده انا اختلف معاك اختلاف كلي وجزري. اتفضل يا استاذ. عايز تحافظ على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد؟ لا يعني انت طالب الاستاذ نشأ بحاجه يا احمد، يعني فوق طاقته، فوق فوق ضميره، فوق اخلاقه، فوق انسانيته. هو دايما الراجل يعني ايه، معلش، اي حاجه تخسر نتخلص منها. اي حاجه تفشل نتخلص منها. الا في استثناء القاعده، الا سعادته. الا سعادته. سعادته يخسر براحته؟ ويخسر البلد براحته والبلد كلها تخسر براحته الا ساعته. وطبعا انت بقى تقول المنطق بالمنطق نفس المنطق، لا ما عندناش المنطق ده. احنا مصر تخسر انما الرئيس ما يخسرش. ما ينفعش على رحمه بديش، ما ينفعش. ايوه يخسر مصر كلها ومصر كلها تخسر ونصفي الشركات. يقول لك اي شركه النهارده خسرانه خلص منها، بيعها خلاص. ها واللي بيخسرنا بقى له 10 سنين ده اخباره ايه؟ نعمل ايه؟ بنفس المبرر كده، بنفس مبرر الاستاذ نشأت الدين، نخلص منه، نصفيه. يعني نصفيه اصلا، يعني نعمل تصفيه لمركزه المسؤول ومركزه الخدمي ومركزه الوظيفي، ونشوف حد تاني يشيل الشيل. ده اللي يعني لو كنا احنا عايزين نمشي بنفس المبدا. انما على راي بقى الفنانه الكبيره يسرى في الارهاب والكباب تقريبا، هو يا اختي كده يمشي يا اختي كده يمشي، اهم حاجه ان هو يبقى قاعد مكانه. يعني شوف بس حضراتكم برضو واحده من الامور، الارقام الثانيه المزعجه ايضا، اللي هي الديون. ما الان دوره حياه هذا النظام المصري الحالي، دوره الحكومه الحاليه، دورتهم ايه حضرتك؟ نوم اقتراض، نوم اقتراض. هو ينام ويقوم يقترض، ينام ويقوم يقترض. دوره حياه الحكومه الحاليه هو ينام يقترض بس، يعني هو شغال عشان يقترض، ما بيعملش اي غير كده اختلاط. الديون دي النهارده يا جماعه ده انهاك اقتصادي، اغتيال اقتصادي. الارقام شوف حتى الارقام عامله ازاي. يعني فوائد الديون تلتئم 60% من ايرادات الموازنه العامه خلال اول 11 شهر من العام المالي. ده يؤدي الى زياده عجز مالي. يؤدي ايضا حضراتكم الى انفاق حكومي. انت كل الديون بتروح يا جماعه اللي بيطلع من الناتج المحلي اللي هو المفروض ناكل منه مام، يعمل لنا استثمار وصناعات وشركات ويخلق فرص ويضع البطاله ويحسن الحاله الصحيه والحاله الاجتماعيه، بيروح للديون. فانت في ورطه. طب مين بقى سبب هذا الجرح الغائر في جسد مصر؟ من الذي قام بهذه الطعنه النافذه في اقتصاد مصر؟ من الذي ارتكب هذا الجرم بان مصر النهارده تبقى طول تاريخها ال 7000 سنه ولا 10000 سنه لحد حضرتك سنه 2013 مع هذا الانقلاب المشؤوم كان كل ديوننا حضرتك 36 مليار دولار. يعني خلينا كمان نقول 43 مليار دولار لما جه عبد المنصور. لما جه هذا العصر الميمون وصلنا 170 مليار دولار ديون ايه؟ خارجيه. الديون الداخليه 8 تريليون جنيه. فانت اغرقت البلد في الديون. عشان كده حضراتكم احنا للاسف الشديد امر بقى التضخم وغلاء الاسعار وازمه الدولار معانا مكمله معانا حضراتكم، عشان تبقوا عارفين، بس كله بسبب الديون اللي احنا فيها حتى هذه اللحظه.